السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وكل عام وأنتم بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل الكحك التقليدي أو الكحك بتاع أمي وأمك وستي وستك. أنا معايا نص كيلو دقيق، على كل نص كيلو أو كيلو كل كيلو دقيق بنحط نص كيلو سمنة، يعني النص كيلو دي اللي هعمله هعمل عليه ربع كيلو سمنة بالميزان، ومعايا ربع كوباية لبن، ومعايا 4 معالق سمسم، ومعايا محلب، معلقه محلب، ومعايا رشه ذره ملح، ومعايا معلقه كبيره سكر. انا هشتغل النهارده على السخن، ان في ناس كتير ما بتعرفش تعمل السخن، وانا شغاله ان شاء الله هقول لحضراتكم نعمل ازاي البارد. انا جبت الربع كيلو سمنه حطيته على النار، حطيت معاه السمسم لحد لما غلى غلوتين، وهنبدا نقول اهو سامعين الطشه. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين حضراتكم بيغلي ازاي. طبعا انا مش هقدر احط ايدي فيه واتعامل معاه كده، لازم اسيبه يبرد، فهاخد الاسباتولا وافرغ فيه كده عشان ابرده زي ما حضراتكم شايفين. سهل جدا، مفهوش اي حاجه. على فكره هو نفس الطعم على السخن او على البارد، اذا كانت السمنه سخنه او بارده مفيش اختلاف. بالنسبه للبارد، لو انا هعمله بالسمنه البارده هجيب السمنه واحطها على الدقيق، وهاخد منها 4 معالق سمنه على السمسم، واديهم غلو على النار عشان احمص السمسم بس، اما بقيه السمنه احطها كلها بارده. بس انا حبيت اعمل معاكم السخن عشان السخن يعني في ناس كتير ما تعرفش تتعامل معاه قد كده. يعني اهو بفرغ السمنه زي ما حضراتكم شايفين كده الاول، بشربها عشان تبرد معايا، وبعد كده هنبسس الكحك واقول لحضراتكم بنبسسه قد ايه. شايفين هبدا ابسس الكحك ازاي؟ بحط ايد تحت كده والايد التانيه اخد على العجينه بيها كده واعمل كده كده. طبعا دي استحاله يعني نعرف نتعامل بيها واحنا لابسين جلافز، دي استحاله يعني. شايفين حضراتكم كده هتبنى اعمل كده زي ما ياخد بقى معايا وقت لحد لما العجينه تطرى تبقى زي الملبن. اللي عنده عجان ينفع ويبقى احسن كمان من كده، اللي ما عندوش مفيش مشاكل، مش هنوقف الدنيا ونقزمها. كنا زمان وطول عمرنا بنعمل الطريقه دي، واهالينا كانوا بيعملوا الطريقه دي. شايفين كل ما بدلك فيها بتطرى معايا ازاي؟ شايفين حضراتكم، بصوا المنظر كانت كده الاول. هي بتاخد وقت وبتاخد مجهود شويه بس النتيجه بتبقى رائعه زي ما حضراتكم شايفين. شايفين العجينه بقت شكلها ايه؟ شايفين شايفين زي الملبن السايح. شايفين الجمال؟ كل ما هندلك فيها كل ما هتطرى معانا اكتر حسب الوقت. شايفين حضراتكم ايه رايكم؟ اهو شايفين زي ما عمل كده واعمل كده اهو. شايفين كل ما بدلك فيها كل ما بتطرى معايا، وده اللي انا عايزاه. شايفين كده مش محتاجه ولا كلمه تاني، خلاص هنزل عليها بايه. انا معايا ربع كيلو لبن، مش هاخده كله، انا هاخد نص الربع وما بعجنش، انا بلم بس العجين، هو واخد سمنته كفايه، فانا هفردها كده. هنزل عليها بنص الربع لبن، نص الربع بالظبط، ومعلقتين ميه مدوبهم في خميره. انا اخدت معلقه خميره فوريه، حطيت عليها معلقتين ميه وحبه سكر، وهنقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اللبن اللي انا حطيته، شايفين حضراتكم انا اخدت نص الربع بس، يعني البرطمان ده عياره ربع كيلو لبن، انا اخدت نصه، وهحط كمان معلقه خميره صغيره. بسم الله، بس يعني حوالي معلقتين ميه هشرب بس، انا مش بعجن انا بشرب. انا كده شربت اللبن اللي حطيته كله. بص حضراتكم عرفنا ازاي ان هي مش محتاجه حاجه، ايدي طالعه نظيفه، وكمان الطبق اللي انا عجنت فيه زي ما حضراتكم شايفين، انا بس بشربت اللبن اللي احنا حطيناه، ما بلتش ولا بعجن زي العجين العادي. تمام كده العجينه بسم الله ما شاء الله زي الفل، نتيجتها ان شاء الله هتبقى مبهره باذن الله. كده تمام، هشكلها واوري حضراتكم بنشكلها ازاي. عجننا العجينه وعلى طول بنشتغل فيها، مش بنسيبها ترتاح ولا حاجه.
لان انا بعد ما بخلصها بسيبها تخمر بعدين بسويها. عملت كده شكل قدام حضراتكم اهوت، وهن هوري حضراتكم عملنا ايه. ادي العجميه اول حاجه، وادي العجينه بحطها كده وبعمل كده كده زي ما حضراتكم شايفين، بتك بيها على البصامه اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو المنظر ده. ادي اول شكل. الشكل التاني عجوة انا جايباها بفصصها وبفرمها بالمفرمة اللحمة او في الكبة بزيت، وبحط معاها حبة سمسم. انا ما رضيتش اعمل فيديو للحشوات، مش مستاهل، مش مستاهل فيديو. وبحطها في حاجة زي كده فرمة تك عليها كده زي المعمول بتاع بسكو مصر بالظبط. ادي الشكل التاني. الشكل التالت بعمل كده بايديا كده. طبعا انا بسيب العجينة تخمر، بعد ما بشكلها بسيبها تخمر وبعد كده بسويها على نار هادية على الرف الوسطاني. ادي شكل. واخر حاجة الكحك المبرم التقليدي بتاع زمان، برضو حطيت فيه عجمية وبعملها كده. عشان دي بس انا بشتغل كده. اللي اما ابرم ابرم على حاجة ستانلس يا جماعة، مش المونيوم، يا اما الطبلية بقى بتاعت زمان بتاعتنا. حضراتكم شايفين كده، وبس بنقش عادي خالص مفيهاش اي حاجة. الشكل اللي يعجب حضراتكم اعملوه. تمام، ده كده الشكل النهائي لكل الاشكال اللي عملناها. اشوفكم بقى بعد كده ان شاء الله بعد ما اسويها واوري حضراتكم ان شاء الله. انا كده سويت الكحك قدام حضراتكم، وده المنظر والشكل الاخير ليه زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله تبارك الله، وريحته بسم الله ما شاء الله. ونكسر واحده كده مع بعض نشوف ايه نظامه. لسه اول مره افتح مع حضراتكم، شايفين شكرا ليكم. اسما فود.